طيب انتقل معاك لملف حقوق الانسان في اليوم السابع صفحه 1، نجاحات مصريه في ملف حقوق الانسان. وفي سبتمبر 2021 مصر كمان اطلقت اول استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان للاهتمام بحقوق المواطن، لانه المواطن هو جوهر العمليه التنمويه اللي بتقوم بيها مصر في مختلف المجالات والقطاعات. وشفنا مبادره حياه كريمه، هذه المبادره الرئاسيه الانسانيه اللي بتهتم بحقوق الانسان، اهتمت مش بس بالبناء او بتطوير القرى والمحافظات، وانما حقوق الانسان. هو ده مفهوم هي حقوق الانسان. مبادره حياه كريمه نفسها هي مبادره بناء الانسان. يعني حتى الشعار بتاعها كده، مبادره بناء الانسان في القرى. يعني الحقيقه ملف حقوق الانسان في مصر برضو من الملفات اللي اخذت اهتمام كبير جدا يعني من الدوله في الفتره اللي فاتت. وزي ما حضرتك قلت، كان لاول مره يتم اطلاق استراتيجيه وطنيه لحقوق الانسان، كان في سبتمبر 2021 يعني. والحقيقه هي حققت في فتره وجيزه يعني نجاحات يعني غير مسبوقه يعني يعني في كل القطاعات بتاعتها او المجالات اللي هي مقسمه عليها. يعني شفنا الاهتمام بحقوق المراه، وشفنا عام المراه المصريه، وشفنا الاهتمام بحقوق ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه، كبار السن، ويعني اهتمام بحقوق الانسان في شتى المجالات. كمان يعني احنا بنشوف دلوقتي ان في المحافظات، دواوين المحافظات نفسها بقى فيها وحدات لحقوق الانسان. يعني كل محافظه دلوقتي اصبح المواطن لما بيروح المحافظه عنده اي مشكله، اي حاجه بتواجهه، يتجه على طول لوحده حقوق الانسان داخل المحافظه وبيتم حل مشكلته. يعني وده شفناه كتير جدا في كل المحافظات تقريبا، يعني متواجد هذه الوحدات. والحقيقه يعني يمكن الاستراتيجيه الوطنيه يعني في خلال حوالي من سبتمبر 2021 نقدر نقول ليه حققت حوالي 70 الى 75% من اهدافها اللي هي اطلقت عشانها.